بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا بالأمس؟ أخذنا تعريف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. هذه مراتب الدين: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم، غيره. معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا أنه معناها لا معبود بحق ولم نقل أنه معناها لا معبود إلا الله؟ لماذا قلنا بحق؟ حتى نكفر بجميع معبد من دون الله. إذا لا إله إلا الله قلنا لا بد تتضمن نفي وإثبات، كفر وإيمان، إنني براء مما تعبدون الذي فطرني. طيب، لو قال قائل أنه معناها لا رب بحق إلا الله، لا رب بحق إلا الله توحيد الربوبية صح، لكن لا يصح في معنى لا إله إلا الله. ومعنى هذا أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله. طيب، ومقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، معنى شهادة أن محمد عبده ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، غير ماذا أخذنا؟ نعم، الدليل على نعم، وهو لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من البشر، عزيز عليه أشق عليه ما أشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قلنا محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم. طيب، درس اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الإيمان. الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، وقلنا لا تهتم من التعريف اللغوي، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع. فالإيمان شرعا لابد تتضمن خمس أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص، هذا الإيمان عند أهل السنة. إذا اختل واحد من هذه الخمس لم يكن بإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يعني عمل قلب وعمل جوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو الدليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص؟ قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء هذا عمل القلب. يزيد أيكم زادته هذه إيمانا؟ هذا الدليل أنه يزيد، وإذا كان يزيد لابد ينقص. وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن الدين ينقص عندها، مفهوم؟ إذن هذا الدليل على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أسباب زيادة الإيمان: الأول دراسة التوحيد، والثاني التفكر في مخلوقات الله، وكثرة الطاعات، واجتناب المعاصي. هذه أسباب زيادة الإيمان. أركان الإيمان كم؟ ستة. أن تؤمن بالله. لو قال قائل لك يسألك عن الإيمان، هل أنت مؤمن؟ قال اشرح لي الإيمان الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليك، فلابد أن تشرح. وهذا الذي نذكر الآن إن شاء الله تعالى أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا.
إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا أخذنا تعريف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. ما هي الأدلة على وجود الله؟ قال الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل، يستحيل العقل أن يتصور أن تكون هذه المخلوقات بهذا الانتظام البديع بلا خالق مدبر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طلوع الشمس وغروبها، المجرات والبحار والأنهار والأشجار، وتعاقب الليل والنهار، هذه كلها أدلة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. الثاني الحس، تكون في كرب شدة ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب يا رب فرجها، تجدها تنفرج، هذا الدليل محسوس. قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم اغثنا، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحته تقطر ما عليه الصلاة والسلام، هذا دليل حسي. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج أمامهم يرونها، وهذا دليل حسي. الفطرة، كل مولود ولد على الفطرة، فأبوائه ودانه ونصرانه ومجلسانه. الشرع كثير، بل ما من آية في كتاب الله على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إلا وفيها دليل على توحيد الله، مفهوم؟ ولماذا قدمنا أولا العقل ولم نقدم النقل أي الشرع؟ قال لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، وإذا كان يؤمن بالشرع يكفي الشرع، مفهوم؟ نعم. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. وقلنا الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع، وأن العقل لا يمكن يخالف النقل، هذا العقل الصحيح الباقي على الفطرة، وإذا رأيت عقل يخالف للنقل فاعلم أن هذا العقل عقل فاسد، مفهوم؟ نعم. طيب، هذا الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. الثاني الإيمان بالملائكة، كيف نكون يعني حققنا الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي، عالم غيبي، يعلمون الغيب؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم، عالم غيبي، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، لهم أرواح، روح القدس، أجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها، أرواح وأجساد وعقول وقلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه الآية تدل على إثبات القلوب للملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، إذن يسألون ويجيبون، هذا دليل أن لهم عقول، مفهوم؟ نؤمن بكل الملائكة إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنه، من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ومن أعمالهم جبريل مثلا موكل بالوحي عليه السلام، وملك الموت قبض أرواح الخلق، ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام وغيره، ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربع، إذا نؤمن بهم إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا، هذا الثاني الإيمان بالملائكة. الثالث الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه،
مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، مفهوم؟ طيب، بعد هذا الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم بشر ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. وكل من ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة أو الرسالة، لأن النبوة تعم الرسالة وغيرها، كل من ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، لا بد أن نكذبه ونكفره، كل من صدقه فهو كافر مثله وخاتم النبيين. طيب، بعد هذا الإيمان باليوم الآخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية يقول أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودا بها للسماء وتفتح لها باب السماء أو تغلق، ثم عودتهم بها بالروح إلى الجسد، ثم يسمع قرع نعالهم وسؤال الملكين عن الأصول الثلاثة وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الموحدين وحوض النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. طيب، الإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وهذه الأمور أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. العلم الثاني الكتابة، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى تقوم الساعة. الثالث المشيئة، هل للعبد مشيئة وإرادة واختيار؟ قال نعم، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. إذن هذه الأربع يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. إذن أربع أشياء. بعد هذا يبقى معنا الإحسان. الإحسان قلنا هو ركن واحد، وتحته إما أعلى عبادة هي عبادة المشاهدة، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، أفلا أكون عبدا شكورا، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذه قلنا عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر دليل يجمع الجميع. الدليل الذي يجمع الجميع هو حديث جبريل عليه السلام، وهذا الحديث يعني فيه أولا لابد أن نعرف أن طالب العلم قبل أن يطلب العلم لابد أن يعرف حقوق ستة، حقوق ستة: حق طالب العلم في نفسه ومع زميله ومع المكان الذي يدرس فيه ومع الكتاب ومع الشيخ أو المدرس،
ومع العلم الذي تعلم ماذا يصنع فيه؟ إذن حقوق ستة لابد يعرفها الطالب في نفسه، أمور منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والزهد والقناعة والصدق والثبات والتثبت. الثبات يعني يثبت، إذا بدأ بدراسة كتاب لا يترك هذا الكتاب حتى يحفظه ويعرف شرحه. والتثبت يتثبت من العلم، أو العلم أخذ ثم بعد هذا يبدأ يحقق الأحاديث، هل هي صحيحة أم ضعيفة، هل هذا العلم الذي تلقاه يعني يرجع به إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهكذا. وأمور لابد. وثم عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لباسه حسن، لأنه جاء يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأل سؤال يعرفه، لكن سأل حتى يتعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم. وهذا يعني فيه حسن السؤال وحسن الاستماع، أنصت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا أنصتوا، ثم جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يجلس جلسة المتكبر، وكما يعني يصنع بعض الطلاب هدانا الله إياهم. لابد أن عندما يعني تجلس في مجالس العلماء أن تجلس جلسة المتأدب، لأنك تأخذ علم، وهذا يعني علم الكتاب والسنة. طيب وغيره. الثاني حق طالب العلم في المكان الذي يدرس فيه. طالب العلم يعني في المكان الذي يدرس فيه، يعني كثير من العلماء كتب في هذه المسائل وذكر أن طالب العلم لا بد يتأدى في المكان الذي يدرس فيه، يعرف أن هذا المكان وضع للدراسة لا للأكل ولا للشرب ولا للنوم ولا للعب ولا غيره. مثال الآن، يعني أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن ندرس في المسجد النبوي، دراسة في المسجد النبوي، الذي يأتي للمسجد النبوي لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فلا يمكن أن تجعل هذا المسجد مسجد ضرار. بني المسجد لماذا؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يمكن أن نجعل المساجد مكان للأكل والشرب والنوم واللعب، ويفتح بعض الطلاب هدانا الله إياهم الجوال ويبحث عن الرسائل أو الألعاب أو غيرها. لا يمكن أن نجعل هذا المسجد فيه شيء من أمور الدنيا إلا إذا كان شيء يسير، يعني يأكل، قد يأكل الإنسان إذا كان صائم مثلا بعد المغرب بعد الأذان، لكن لا يمكن أن يأكل من الأذان إلى الإقامة ثم بعد الصلاة إلى العشاء والمشايخ يدرس وغيره، وهذا يأكل ويشرب الشاي ويتحدث بحديث الدنيا ويبيع ويشتري وغيره. طيب مع زميله. المؤمن مرآة أخيه، والصاحب ساحب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذا لابد أن تتناصح فيما بينكم، وإذا رأيت من أخيك تفريط أو قصور في أمر غيره تناصحه وتكون مرآة لأخيه. طيب حق طالب العلم مع الكتاب. هذه الكتب يعني من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. طرق العلم هذه الأيام ميسرة مسهلة بخلاف ما كان في القديم. ففي القديم كانوا لا يجدوا كتب، يكتبوا على الألواح الخشبية وعلى الجلود وعلى العظام والحجارة وغيره. اليوم بفضل الله عندنا هذه الكتب، يعني لابد أن نعرف قيمة الكتاب. بعض الطلاب هدانا الله إياهم يأخذ الكتاب ولا يقرأ فيه شيء، وقلنا أقل ما يكون عندما يأخذ الكتاب يقرأ المقدمة والفهرس. بعضهم يجعل مكان لكتابة الأرقام نوتة مثلا، وبعضهم يأكل ويشرب عليه وينام عليه ويلقيه في أي مكان. نهاية السنة الدراسية أو بعد شهر لو تنظر في كتاب هذا تجده مقطع. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عنده كتب أيام كان يدرس في الابتداء، يعني حوالي أنا أقدر تقريبا قبل أكثر من 60 سنة، كتب موجودة إلى الآن كتب الشيخ. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة هذا الكتاب، يحافظ عليه، لأن الكتب من أنفس ما يكون. ولا يمكن قد إذا يعني فقد كتاب أو تقطع هذا الكتاب قد لا تجد هذه النسخة، وبخاصة الكتب التي
يعني تدرسها وتحفظها، لا بد أن تعتني بها قدر المستطاع. بعد هذا حق طالب العلم مع شيخه. الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين وسط، قسم يعظم ويتمسح ويقبل الأيدي والأرجل وغيره، وقسم يسب ويشتم يعني العلماء وغيره، وقسم أهل السنة والجماعة يسلك ما سلك السلف الصالح مع العلماء، لا إفراط ولا تفريط. وتجد بعض الطلاب هدانا الله أيام في الدرس يلعب ويتكلم ويمد رجليه ويردع الجوال وغيره، وإذا انتهى الشيخ من المحاضرة أو من الدرس يقول أين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أريد أقبل رأس الشيخ. والله يحبه كذاب، لو أحببت الشيخ محبة حقيقية كما كان عليه السلف لأنصت وتعلمت العلم ثم عملت به ثم دعوت له. هذا الشيخ لا يريد منك أن تقبله أو تتمسح به وغيره أصلا، بل هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة لا يريدون هذه الأمور أصلا. الشيخ المفتي الآن عندما تأتي وتسلم عليه يقول السلام باليد، ما يريد أن تقبل رأسه ولا غيره، لأن المحبة الحقيقية للصالحين أن تأخذ هذا العلم وتعمل به وتبلغ تدعو له في ظهر الغيب وتذب عن عرضه، هذه المحبة الحقيقية. وإذا تركنا المحبة الحقيقية التي كان عليه السلف ننتقل إلى المحبة البدعية والمحبة الشركية. بعد هذا يبقى حق مع العلم الذي درس، على ما أخذنا أنه لابد أن يضبط هذا العلم ويراجع وتعهد دائما في كل شهر يتعهد علومه. قلنا علمك الذي تراه في الظلام أو الذي يدخل معك الحمام، هذا علم، أما غيره ليس بعلم. فلا بد أن تتعهد هذا العلم بالضبط والمراجعة والمذاكرة، حال السلف أنه كان يتذاكر العلوم ثم تعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن، ثم تدعو إليه ثم تصبر على العلم حتى يضبط ويحفظ ويراجع ويذاكر. تصبر على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة، وإذا صنعنا قلنا هذا في الدنيا نجيب بإذن الله عن أسئلة القبر. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السبت إن شاء الله تعالى يعني كل واحد منكم يأتينا بورقة مكتوب فيها التقسيمات التي أخذناها، اعتبروا كالاختبار، يعني تكتب هذه عن ظهر غيب، تكتب لنا التقسيم الدعاء والذبح والنذر والخوف وشرح أركان الإيمان حتى نعرف أنك يعني حفظت هذه الأمور وضبطتها. طيب، هذا أقل ما يكون، عندكم في المذكرة موجودة الأمور هذه كلها مع شرح لطيف لأركان الإيمان. في الأصل الشرح يعني مأخوذ من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى للعقيدة الواسطية، وكذلك من القول المفيد، وشرح بن عثيمين رحمه الله تعالى للأصول الثلاثة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.